الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ولا بد أن تفرق بين القراءة والمقروء، فالقراءة مخلوقة لكن المقروء غير مخلوق. ولا بد أن تفرق بين التلاوة والمتلو، التلاوة مخلوقة. ولذلك أقول هذا الإمام تلاوته جميلة، لأن التلاوة فعله، وهذا الإمام تلاوته قبيحة. هذا صحيح ولا لا؟ نعم شيخ. لأن التلاوة مخلوقة فهي من أفعال العبد، لكن المتلو كلام الله. طيب، كتبت قل هو الله أحد على ورقة، الكتابة مخلوقة لكن المكتوب غير مخلوق. فإذا فرقوا بين القراءة والمقروء والتلاوة والمتلو واللفظ والملفوظ والكتابة والمكتوب، كما قال الإمام حافظ الحكمي: فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري، لكنما المتلو قول الباري. فهمتم هذا؟ حتى لا يدخل علينا شبهة لفظي بالقرآن مخلوق، وهي شبهة المعتزلة. وقد استعجل بعض أهل السنة في الرد عليهم بقولهم لفظي بالقرآن غير مخلوق، ولما عرضت الكلمتان على الإمام أحمد رفضها، فقال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأنها كلمة مجملة. فإذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق، إن كنت تقصد التلاوة ونبرات الصوت وحركة اللسان والشفتين فهي مخلوقة، وإن كنت تقصد الملفوظ فليس بمخلوق.